شيخنا نريد منك يعني ذكر بعض تلامذتك من أهل العلم على الساحة الآن. أنا الشهادة لله أستحي إن أنا أقول فلان كان تلميذي، اعفني من هذا الأمر. يعني الحمد لله كثير من المشاهير، نعم، يعني من أشهر المشاهير يعني سمعوني هم الشيخ على الاستحياء، هم من أدبهم. نعم. ايضا المشايخ يعني يذكرون ذلك ويتباهون به. انا رايت الشيخ حسن بالاجبال بنفسي حفظه الله قال ان فضيلتكم شيخ المشايخ. نعم شيخ، اسال الله عز وجل ان يبارك في عمره. شوف يا اخي، على انني راض بان احمل الهوى واخلص منه فلا علي ولا لي. الله، يعني الله اللي تعلم مني انا تعلمت منه. الله اكبر. والله يا إخواني، يعني أنا أحدث المشاهدين أن شيخنا الشيخ عبد المعبود الشيخ محمد حسين يعقوب تعلم من الشيخ العقيدة، وهو الشيخ من الأشبال، والدكتور سيد حسين العفاني، والدكتور بدران العيادي، الشيخ عبد الرحمن. نعم. الشيخ محمد بيفتكر بهذا. والله يعني محمد حسين يعقوب يفتكر. نعم. بهذا، وأنا سمعت منه بأذني والله أنه. نعم. قال بأننا جلسنا مع الشيخ في مسجد الرحمة. صحيح. سنوات طوال نتعلم علم العقيدة على يديه. نعم. إذن شيخنا، يعني نخلص إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة أن يعني التقيت بالشيخ حمد الفقي والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ الهراس والشيخ أحمد محمد شاكر إمام المحدثين. طب هل التقيت بالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أم لا؟ نعم، من فضل الله علي أنني في العمرة التي اعتبرتها ذهبت إلى البلد البريدة أو عنيزة. نعم، عنيزة يا شيخنا. نعم، والتقيت بالشيخ وشرفته بأنه دعاني إلى بيته، ولكنني كنت منطلق إلى المدينة ومعي رفقة ورايحين بسيارة. الشيخ ابن عثيمين؟ نعم. ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله. وأما سيدي والتاج راسي شيخ ابن باز عليه رحمة الله. الله عليه رحمة الله. والله الدنيا مظلمة من ساعة ما مات هؤلاء. سبحان الله. ونحن أيضا شرفنا، والله شرفنا فعلا يا شيخ. رحت للشيخ ابن باز بيته. ما شاء الله. ما مسست يدا أطيب ولا ألين. الله. ولا رأيت رجلا أكثر تواضعا وانكسارا لله مثل الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. ولذلك أنا عامل زي الطفل الذي بلا أم منذ أن مات هؤلاء ومعهم الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. رحمة الله عليه. شعرت بشعور الثكلى التي ذهب كل أولادها عليهم رحمة الله. عليهم رحمة الله. صلى الله أن يجمعنا بهم في الجنة.